نرجع مرة تانية وبرضو من بين الفعاليات المقرر ان هي هتكون موجودة خلال الاسبوع الحالي، هينظم مهرجان العالمين سباق السيارات في ايام الخميس والجمعة والسبت. السباق ده بدأ الاسبوع اللي فات زي ما حضراتكم اكيد تابعته معنا، وكمان هتقام بطولة الكورة الطايرة على الشاطئ يوم الجمعة، وهتشمل الانشطة الاخرى عروض طبعا مخصصة، بالاضافة ان هو هيتم عرض مسرحيتين، مسرحية البنك سرقوه دي هتكون يوم الخميس للنجم اشرف عبد الباقي، حدوتة قبل النوم هتكون إن شاء الله يوم السبت، ودي هتتعرض للمرة الثانية خلال فعاليات المهرجان، وكمان حفل كايروكي يوم الجمعة، بالإضافة لحفل الموسيقار عمر خيرت إن شاء الله في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس. دي كانت إطلالة ساحلية من قلب العالمين الجديدة والمهرجان الأكثر نجاحاً في العام الحالي، واللي طبعاً بيقام على أراضي مدينة العالمين الجديدة في نسخته الثانية، واللي وصل لنهاية أسبوعه السادس بالتوفيق إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله، ويكون المهرجان مكمل على نفس النهج ده، وإن شاء الله النسخ القادمة تكون أفضل وأفضل.